السلام عليكم مشاهدينا. في عدد اليوم من برنامج قول لي علاش راح نروحوا لولايه شلف، والسؤال تاع اليوم راح يكون علاش كينو دريح يقولوا للطفله الكبيره في الدار روحي نفضي حوايجك عند باب الدار. والفائز معنا في حلقه اليوم راح يتحصل على جهاز طابله تهديه له شركه كوندور. شوفوا معنا قول لي علاش كينو دريح مثلا كيما اللي رانا في هذوك يروحوا يقولوا للطفله الكبيره في الدار اخرجي عند باب الدار ونفضي حوايجك. والله ما عندي ايدي على هذه عاده تاع بكري، هذه تاع هذه ربما ما سقسي عليها الناس الاولين، بصح كيما احنا الجيل هذا ما نعرفولهاش. اسكو فات هالوقت في هذا الوقت تاع الزواج ولا لا؟ لا لا ها؟ لا لا يا 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 ماشي الله اعلم هكذا نورمال مو بيجي ازهر. لا لا ما عنديش اجابه اخرى. كان تلقى الاجابه يعني تفوز بجهاز طابلات نوضي ورفدي نفضي حوايجك. نوضي من نفضي حوايجك بالك الناس بكري يقولوا هذه الهضره يترقبوا بها النو يترقبوا بها المشتى. قل لي علاش كينو دريح كيما هذا اللي رانا فيه يقولوا للطفله الكبيره في الدار روحي ونفضي حوايجك عند باب الدار باش تتزوج وشنا؟ لا لا ماشي باش تتزوج. واش دير بغيت دير الريح ولا لا لا ماشي هذا. كينو دريح يقولوا للطفله الكبيره في الدار نوضي ونفضي حوايجك عند باب الدار. ما عنديش جواب فيه اسمح لي. والله ما على بالي السؤال هذا والله ما على بالي. ما تعرفوش؟ ما نعرفوش. قولوا والله ما نجم نقول لك. ما تعرفهاش؟ ما نعرفهاش. صدير المراه الطفله تزوج المهم. لا 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 ماشي هي. ما عنديش اجابه. وانت واش رايك؟ واش من السؤال هذا؟ شنو هو السؤال؟ كينو دريح إيه؟ يقولوا للطفله الكبيره في الدار نوضي ونفضي حوايجك عند باب الدار. هذه كيف هذه عاده ولا عاده هذه حسقتي الناس الكبار اللي يعرفوا هذه ماشي ما عاده هذه عاده هذه العاده والله ما نعرفها انايا. توالم هي مخنتينها في الدار بالك الله اعلم. الطفله يقول لك هي المسؤوله في الدار، هي تدير كاع الصوالح، هي اللي تدير كلش، هي تحل الباب، هي تحل الطاقه، هي الله اعلم هكا. ماشي هي هذه تقاليد بكري، هذه ما تقاليد بكري هي. الا كان عندك الاجابه راح تفوز بجهاز طابلات كوندور. هذه تقاليد بكري هذه كيف بحال مانيش فاهم انا. كينو دريح كيما اللي رانا فيه دوكا واه هاني يقولوا للطفله الكبيره نوضي ونفضي حوايجك عند باب الدار. ما نكذبش على خويا والله ما على بالي. ما نكذبش عليك ما تعرفهاش. والله ما على بالي. خمم بالك تربح معنا جهاز طابلات كوندور. ما على باليش خممت مستش. قل لي علاش كينو دريح هكا كيما اللي رانا فيه يقولوا للطفله الكبيره في الدار نوضي ونفضي حوايجك عند باب الدار. والله ماني عارف خويا. ما تعرفهاش؟ هذا المقوله انا ما نسمعهاش. ما تعرفهاش؟ والله ما نعرفها. اللي ما نسمعش بها. ما تعرفهاش؟ ما نسمعش بها. قل لي علاش كينو الريح يقولوا للطفله الكبيره في الدار نفضي حوايجك عند باب الدار. بيجيها المكتوب. كيفاش خويا؟ بيجيها المكتوب. لا لا ماشي هذيك. ما عندناش اجابه عليها. اي يقولوا هذا انفا هذه من الاعراف تاعنا احنا يقولوا باللي الطفله فدي حوايجك على الدار باش يقولوا ما الطفله مش متزوجه اللي فاتها لاش باش تتزوج. لا لا ماشي مانيش عارفه مانيش عارفه مانيش عارفه ماشي هذه هي جو سي با. والله ما على بالي جامي سمعت بها انا لا برومي فوا اللي نسمع بها. ما تعرفهاش؟ لا ما نعرفهاش. خسرت معنا جهاز طابلات. الطفله الكبيره في الدار يقولوا لها كينو دريح يقول لها نوضي نفضي حوايجك عند باب الدار. علاش زعما كي تنفض حوايجها هي زعما كي تنفض حوايجها هي الريح يبطل؟ لا لا يا حو وحي يا حو ما انا ما جبتهاش. معليش بالك المره قادمه. شكرا. باش تتزوج؟ لا لا ماشي هذه الاجابه. الله يعلم به ربي يجيب لها فتح. لا لا كينو دريح يقول للطفله الكبيره نوضي نفضي حوايجك عند باب الدار. ما عنديش اجابه. والله ما على بالي في هذه يا اخي. ما تعرفهاش؟ ما نعرفهاش. سؤال يقول قل لي علاش كينو دريح يقول للطفله الكبيره في الدار نوضي نفضي حوايجك عند باب الدار. والله ما على بالي مش عارف. ما تعرفهاش؟ بالك هكذاك هاش الناس تاع بكري غير يهضروا صاي. نوضي ونفضي حوايجك عند باب الدار. عند باب الدار نوما مو يقولوا في بلادنا هكا نسمع نفضي بس السر تاعك يدي الريح وهذا السر ما كاش اللي يعرفه ابار ما والعلم لله.
الله فيك. انت يعني فائز معنا في الحاشيه، تفضل. هذا هو الاجابه.